المسلمين الثالثة وعاصمة فلسطين. الآن الحدث الأكبر فلسطينياً، بطولة القدس الدولية الثالثة للكاراتيه قريباً في مدينة نابلس. الفن والمنافسة والتحدي كلهم تجمعهم بطولة القدس. يشارك في هذه البطولة أفضل مدربين العالم وأبطالها، البطل العالمي أوكاي أربا والبطلة كارول ديلاباز وبطل أوروبا حديثاً ألباسان ياما أوغلو. بطولة القدس الدولية الثالثة للكاراتيه قريباً في 4 و15 من آب القادم. كونوا معنا على الموعد.